كل نفس ذائقة الموت، كل واحد غادي يموت الموت التي تناسبه. ما كاينش بحال 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 البصمات، بحال الطبقات ديال الصوت، سكرات الموت ديال كل واحد خاصة به، حيت ما كاينش بحالك في العمل 100%. كل واحد سيذوق كأس الموت على حسب عمله. كاين اللي غادي يشرب المراه، كاين اللي غادي يشرب، كاين اللي غتنزع الروح ديالو بحال الا بغيت تنزع شي ابره من الصوف. نسأل الله حسن الخاتمه. ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. ايوا زيد، ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون. كلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق. اذا بلغت الروح الطرقوه قرجوته، سير جيبوا الطبيب، جيبوا الاكسجين، جيبوا الانعاش، عيطوا للصيدا. وقيل من راق، شكون اللي غادي يعالج هذا؟ شكون اللي غيعاونو؟ وانت عارف بانه صافي، كيبان لك، وظن انه الفراق، فراق الزوجه، فراق الاولاد، فراق السكن، فراق كل شيء. راه المده اللي غدوز بوحدك اضعاف 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 داكشي اللي غدوز مع عائلتك. 60 عام 70 عام غتزيد، شحال غتبقى في الارض؟ الالاف ديال السنوات. اش غيكون معك في القبر؟ العمل ديالك. هذا هو اللي خصنا نجدوا ليه. شكون اللي كيفكر في هذا الشيء؟ واحد يدي اموال اليتامى، يدي يهرف على خوتو في الورد، يتخاصم مع با، يتخاصم مع جارو، يسرق في الخدمه، هادشي كلشي راه ما غيبقى، ما غيدوم ليكش. لا ينفع المرء في قبره الا التقى والعمل الصالح. يا من بدنياه اشتغل وغره طول الامل، الموت ياتي بغته والقبر صندوق العمل. انا غنوجد لك 10000 عام، 20000 عام، الله اعلم شحال بوحدك. لا ينفعك صديق ولا فما لهم من شافعين ولا صديق حميم. لا رحيم الا الله. فاذا عرفت الله هنا فانه يعرفك هناك. تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده.